على إيقاع الطبول والتراتيل الميلادية استقبل موكب بطريرك القدس للاتين وسائر الأراضي المقدسة بيير باتيستا هنا في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم وبرفقة عدد من الشخصيات الدينية والرسمية الفلسطينية. نريد للشعب الفلسطيني أن يعيش مثله مثل بقية دول العالم، أن يعيش شبابه من غير وأطفاله من غير المنغصات اليومية للاحتلال، أن يتمتع بكل الحقوق الموجودة لأي شاب في أي دولة في العالم هنا في فلسطين. الرحمة هي روح العيد، هكذا جاء شعار احتفالات الميلاد المجيد هذا العام في ظل ما تعانيه فلسطين والوطن العربي من أوجاع ومآس، فخرجت من فلسطين رسالة محبة وإيمان تطلب الرحمة والسلام لأرض عطشة للسلام. السنة هاي كمان رسالة الشجر اللي كانت رسالة حلوة اللي هي رسالة الرحمة اللي بتدل على الرحمة، كيف انه في بلاد العالم بنشوف القتل، بنشوف الاضطهاد، بنشوف المشاكل، بنشوف الشدة، بنشوف الضيق، فهذا بيعلمنا انه السنة هاي انه نصبر على الضيقات والمشاكل والاشياء ونحب بعضنا اكثر ونكون متكاتفين، نكون ايد واحدة. ووسط تجديدات أمنية ملحوظة هدفها حفظ الأمن والأمان لزوار المدينة، صلى الآلاف من المسيحيين الذين توافدوا من كل بقاع العالم للاحتفال بعيد الميلاد في مهد المسيح عليه السلام. حلو الاحتفالات، حلو الناس يعني تحس بشوي بالفرحة وأجواء العيد، وجو عيد الميلاد فيه نوع من البهجة والفرحة بدخل عقلوب الكبار والصغار، فمنحب إحنا هذا الجو لأنه مش دايماً بصح لنا. ميلاد يسوع ميلاد مهم جداً جداً بالنسبة لنا للطائف المسيحية، لأنه هو ميلاد، هو بداية الحياة، بداية ببشر في المحبة، ببشر في الأشياء الحلوة. اللافت أيضاً أن المئات من المسلمين من مختلف المدن الفلسطينية توافدوا إلى بيت لحم للاحتفال بالأعياد المجيدة، حيث نظمت العديد من الفعاليات الترفيهية للأطفال والتي أضفت أجواء خاصة على بهجة العيد. أن تكون فلسطينياً يعني أن تتعطش للفرح، فتنتظر الأعياد المجيدية مسيحياً كنت أو حتى مسلماً، فهنا في أرض المحبة لا فرق بين الجار وجاره ما دام محتلنا ومغتصب أرضنا واحد. من الأراضي الفلسطينية وفاء العروري، التلفزيون الأردني.